أهلين أهلين وسهلين بأختي أم صادق. شرف شرف، شو قصتكم أنتم؟ على طول بعتين وراي مشنططيني من بيتي، لسه على تعي روحي وروحي وتعي. تقبريني يا أم صادق، بدي إياكي تنزلي على السوق تجيبي لي تنكة سمنة وشوال رز وشوال سكر بمعرفتك. ومن أيمتك أنتي تشترموني للبيت يا أم عمار؟ الله يسامح لي يا أم صادق، أنا مبارح كذبت على ابن أخوك وقلت له إنه بيت المونة عنا مليان ومنتلي وما أنا محتاجين لشي بنوب بنوب. يوه، والسبب إني عرفانته متداية وعايف حاله وفوقه هيك وهيك ما بيرحم حاله، لكل يوم والتاني بدي يعمل لي عزايم وسيارين وهلا بدي يعمل عشاء بعد المولد. مشان هيك بدك تشتري الأغراض بدون ما يحس عليك يا أم عمار. ما فهمت علي يا أم صادق، لو بدي هالكف ما يدرمل هالكف الله يرضى عليك، بدي توصلي لي خبر للخجار مشان تيجي تقرالي مولد يوم خدمة النسوان. ورح تعملوا مولد للنسوان كمان؟ بدنا نعمل مولد للنسوان والمسا مولد للرجال مع عشا كمان، هيك بده ابن اخوك. شو عليه تقبريني في طلب مثل هالطلب؟ اهلا وسهلا بعمتي ام سالم. اهلين فيكي تقبريني، ان شاء الله ما تبلع التفتيله. ايه خلينا ياكي يا حق. الله يخلي لي ياكي، تسلموا هالايدين. تفضلي بلي قلبك كبايه هالنعنع. العمر الطويل. ايه ام عمار، ما قلتي لي مين الخجا اللي بدي اجيب لك اياها مشان تقرا لك المولد؟ الخجا امونه، ما في احسن من قرايتها. إلا أيوه مرت عمي، هي كبرت وصار صوتها مثل الطنبر على البلاط. شايفة؟ شايفة شلون بتنط مثل حمص الكي؟ بهي الحق معها، الحجة أمونة ما عاد تخرج هلأ تقرا لا بالأفراح ولا بالأحزان كش برا وبعيد. طيب مرت عمي، شو رأيك ببنت خجاتي أم صبيح؟ عليها صوت بينزل الطير من السماء يخزي العين. هي والله جبتيها يا درسانة، صوتها حلو وحنون ولبحة، سبحان الذي خلق لها الصوت مع أحلام. المهم أم عمر، أنتي إمتى بدك الغرام؟ تقبريني يا أم سادة، ما بقى في وقت، بدنا ياهن اليوم. قومي يا أم سعدية جيبيلي من اليوك المخدة اللي بروازة زهر، تلاقيها بين الفرش واللحف. إيه على عيني مرتبا. أوام تقبريني أوام مرتبا. وشو بدك انت بالمخدة يا أم عمار؟ حاشية فيها المصاري، حاكم بهالأيام الواحد لازم يحترس يا أم سادق. ايه معك حق، مثل ما بيقول المثل خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، ما يسود لك يوم. اجيت وين؟ هلا 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 أم عمر. أهلا وسهلا يا أم عمر. لا بربي هلا انت برين. أوه يبعث لي عمك سوء بدني، فيقتك من نومة العصرية ما هيك؟ لا تدعي على حالك تقبريني، بزعل منك. ها عزمني ودي ما كنت نايمة؟ بلا، كان ما عندي جماعة زواف كتير، هني راحوا تكيت إيدي وراح تلافوا. كنت تقبريني تعال تقبريني، كملي لي وشو ناويين تعملوا عشاء انتو؟ رز مجلل شلباط وكبه. ام عمار الكبه بتاخد وقتها. هلا كل يوم نحن رح نعمل مولد لخالي؟ ما اختلفنا، بس كبكبه الكبه بتاخد وقت كتير قد 4 طبخات اللي انتو اليوم. ليش انا رح اطبخ لحالي يا ام صادق؟ هاي انتي يخزي العين وهي كنتي سعديه، اذا لزم الامر نبعث خبر لام حاتم. منيح هالحكي لك، ومنبعت خبر لسرفتي كمان. هي ما بتجي، نحنا رح نبعت لها خبر إن إجت أهلا وسهلا، وإن ما إجت على راحتها، المهم نعمل اللي علينا. صاحبة واجب من يوم يومك يا أم عمر، مشان ما تنجاب سيرتنا بالعاطل يا أم سادة. أهلا وسهلا. السهيرة؟ لا مو طولي، نحست كتير بدينا. طولي بالك لك انتي، نص ساعة الزمان بيروحوا السهيرة وننام كلنا. يا أنا نص ساعة يا مرت عمي، طالما شيخ سلدة قاعد معه ونازل على اللت وعجن وقض ما رح يطلعوا من عنا قبل أدهان الفجر. ايه بدي نتفى بسناني تنتيف.
قلت لك اتركي هالشغله علينا، انت لا تتدخلي بالقصه مشان ما تكبر. برضاي عليك يا سعديه. لك شلون ما اتدخل والمشنوقه من ريف عيونها بدها تسرق مني جوزي وتتجوزه؟ ايه بدي بلبس عيونها التنتين. برضاي عليك يا سعديه، اتركي هالشغله علينا واعملي مثل ما عم تقول لك عمتك مساده، احسن ما يدرى جوزك ويصير الشغله ايدين ورجلين. يعني انتي بدك يدرى جوزك بهالشغله؟ يبلاها بداء هالخطافه الرجال. خلاص انا بشوفها وبعمل لها فركه اذن ما تنساها طول حياتها، بس انتي تقبريني لا تتداخلي. لانه مو من صالح جوزك يعرف بهالسيره وتفتح له ذهنه على شغلات تحكي بغنى عنها. يعني انتي اكيد اكيد ما جبتي سيره سعديه بنوب بنوم؟ لمين بدي احكي؟ اذا كنت مقبوره بالبيت لا بفوت ولا بطلع. ايه بس ازدهار بنتها لام وفيقه ما بتفارقك، يا من تراها عم تخفق لعندك. كلكم بتعرفوا انه ازدهار كذابه ورماية بلا. يعني انت مو جايبه سيره سعديه ولا سيره ابن اخي بنوب بنوب؟ بنوب بنوب حلفي لشوف. اه ليش لأحلف؟ يلي حكيته انا كل الحاره بتحكي عنه. اخ يا خوفي من اهل الحاره تضرب الحكي اللي حكيتيه انت لازدهار يا فاطمه. ساعتها اخواتك شو بدهم يعملوا فيكي؟ يبعث لميت حمى هالازدهار قولي على قامتها شو نمامه. لك حلفت ايامين ما تجيب سيره الحكي اللي قلت لها اياه وما تحكي لحدا منه. شوفي شلون فسفست دغري حتى تبطلي تحكي شروي غروي لمين من كان لك بنتي. وبعدين انا ما حكيت شيء، كل يلي قلته انه اذا بيجيني واحد مثل معلم عمر بقبله بتجوزه ولو كان على ضره. عيب ولا حرام الوحده تكمل من دينا؟ لك بنتي انت صغيره وحلوه ومثل الورده ولسه الزمن اليك ومن عيله مقصله والك اخوات بياكلوا راس الحيه، مو حلوه تحكي هيك حكي. وبعدين المعلم عمر عنده سعديه بالدنيا ولا يمكن يستغني عنا شو ما صار، وياما انا وامه حاولنا وحكينا لنشف حلقنا انه يتجوز عليها وما رضي وما رضي، ودائما بيقول رضيان باسمته ونصيبه. بعدين ما سألت الأولاد هاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، المسكينة سعدية شو طالع بإيدها؟ اضرب مو طالع بإيدها شي. وأنا شو دخلني فيها إن جابت ولا ما جابت أولاد يا ستي أمسادة؟ أكيد هاي خالتك أم حاتم. بيجوز. شوفي بس بيضل الحديث بيناتنا، ها ما بديها السيرة تنفتح قدام خالتك أم حاتم، وهذا الموضوع قيمة من راسك والله يبعث لك عريس أحسن من اللي ببالي. دخلك امتى صارت هالخطبه؟ انت اول ما ندري يا ام ساده، بس اوعك تقولي لحدا. شو الشغله سر؟ مو سر، بس انت بتعرفي اخواتي قد ايه صعبين وترسين وما بدهم تنجاب سيره الخطبه لين كتب الكتاب رسمي. الحق معهم، مين بقى سعيد الحظ اللي خطبها لفاطمه؟ وقت اللي بينكتب الكتاب بتعرفي مين هو؟ الجماعه طلبوا منا ما نجيب سيره لمخلوق يخلق. على راحتك لا تحكي تقبريني، بس إن شاء الله يكون شي منيح لأنه فاطمة بتستاهل كل خير. الجماعة كتير كتير مناح ومادياتهم كتير منيحة، عندهم مالكنات وبيوت خيرات الله. أي الحمد لله، أصبح رمضان قدومه خير عليك لك فاطمة. آه إيه الحمد لله، رمضان قدومه خير على الجميع إن شاء الله. الله يعيده على أمة محمد يا رب، وإن شاء الله كل سنة وأنتي سالمة يا أم سادة. وأنتي سالمة يا أم حاتم. يلا عن إذنك بدي أمشي. تفضل بإذنك معك تقبريني، شرفتي وأنستي. الله يخليكي يا أم سادة. حاتم أماني ها سلمي لي على الجميل. الله يسلمك يا حق. مع السلامة منور. الله يسلمك. معقول تكون فاطمة خطبت وما حكيت لي؟ مع انه فرحة الخطبة بتبان على وش الصبايا، يمكن سيرة الخطبة كلياتها كذبة بكذبة. رحت لها كثير برجعت ابنها يا ام سعدة. ابني بضل مخرز ابني ومربيته على ايدي، بس بيني بينك خايفة تزن بابنه وتخلق لنا مشاكل هالمقبصة. ان شاء الله ما بيصير الا الخير يا ام عمار. امين يا رب العالمين. هي عمر رجع لعند المخرز. عمتك ام سعدة ما حلك تحفظي دقتي؟ لا ام بلا حافظ، بس انا بحب ناخشك. ناخشك الهنا تشكلي قاسي. تفضلي.
وعليك السلام، طولتي علي. الله وكيلك، كانت عندي وحدة دبقتني بفرد دبقة، ما طلعت لطالعت الروح تبعي. لك فكي ملايتك، شمري عن ايديك وخلينا نفوت على المطبخ. ايه شو عليه؟ ألف طلب مثل هالطلب. عنك متعمل. هاي بتكون بنت اختها الخياطة. أنا خياطة يا أم عمان. شو صرنا أم سادة؟ الخياطة أمونة أخته للشيخ عبد الحق. إيه هلأ هاي بتكون بنت أخته للشيخ عبد الحق. خياطة ولا كل الخياطات. بزماني خيطت عندها سكس ما بنسى قد ما كان راكز. خياطتها مو بس راكزة ومزوقة كمان. على كل مو هذا حديثنا هلأ. لكن أنو حديثنا؟ حديثنا عن بنت أختها. أنا وحدة فيهم. يو بنت أختها بهية يلي نكشتك عليها مبارح بالخطبة ونحن عم نرقص. إيه يلي ماتت أمها وبعدين مات أبوها بنفس الشهر ولي على طول ربيت يتيمة الأم والأب. وين ربيتها المسكينة؟ عند خالها الشيخ عبد الحق الله يوفقه. إيوه عين الله عليها مثل ملبسة وإن شاء الله ما يعدم والعيون الشهل ولا هالمبسم تبعها تقول التم قد السمسمة ولا هالمنخار كأنه مو خلقان. مسادة اشتهيت أخطبها لأبني خالد، شو رأيك؟ لساتها قد الفصعونة والبيضة ما فقست عنا، بعدين مدهرنة مواهية. اسألي عنا صبحية وازدهار وشوفي شو بيقولوا لك. هلأ بنت 14 سنة ما خليت من لسانك لك سعدية؟ أفكر نخطبها لخالد نتركها سنتين ثلاثة وبعدين منجوزه، شو رأيك؟ وليش لحتى تقبريني تشربكي حالك من هلا؟ أنت مستقلة بهالسنتين، شو بدك تزقي لها هدايا وغراض وعيادي؟ استني عليها لتكبر لها شي شوية. إيه عم تحكي مزبوط عمتي أم صادق. بخاف تروح من إيدنا، مو كل ساعة بلتقى هيك بنتي أم صادق. أيوة مرت عمي، مو كل هالقد البنت حلوة رح تنزلي لي إياها من السما، البنت عادية وأقل من عادية، بعدين باين تابعة تقصيرها بدها تطلع زمكة. ايه هذا لسه عم نحكي حكي عن مخلوقة، ما تصير سلفتك وبيتك، شو بتساوي فيها لك؟ ليش تسترجي تعمل لها شيء؟ شو لها معها اساسا؟ والله شو مرت عمي، انا مرت المعلم عمر وبدها تسمع كلمتي وتمشي تحت امري غصبا عنها. لما اموت وبيحكي هالحكي. لك تقبروني على الحكي، هلا وصلت العروس لعنا على البيت وانصمضت لحتى تختلفوا وتتخانقوا، اشتغلوا اشتغلوا.